قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أنتوا بتسخروا مننا ليه؟ بتسخروا مننا اللي احنا مؤمنين بربنا؟ يعني هو ده اللي مضايقكم؟ شيء غريب جدا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله اللي احنا قوم مؤمنون ونؤدي شعائر الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، بنؤمن بالقرآن وبنؤمن بالكتب السماوية، هو ده اللي مضايقكم؟ يعني لا بنأذيكم ولا اللي مضايقكم اللي احنا مؤمنين بربنا؟ سبحان الله العظيم. زي واحد يتريق عليك يقول لك ايه يا سني. طب يا سني يعني متبع للسنة، هو ده شيء يضايق؟ تتريق إلا أنا سني أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عم الشيخ ده، الشيخ ده لقب شريف. زي ما حد يقول لك هل تنقم مني أن أكون عفيفا وأنت فاجر؟ شيء غريب جدا. اللي احنا مؤمنين وأنتم فاسقين، مين اللي يسخر من مين؟ طبعا احنا منهين عن السخرية، بس بالعقل يعني أنتوا اللي بتسخروا مننا وأنتوا قوم ضلال كفار، ما هذا العجب؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني تطعنون فينا وتجدونه عيبا، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، يعني خارجون عن الطريق المستقيم؟ هذا شيء عجيب.